لوكاس بيريز يتلقى الكرة الآن بدون رقابة عنده يسدد الكرة والكرة في الشباك. التقدم وعدم التراجع والدفاع. فقط هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة من جهة اليمين. كرة تعود للخلف، ها هي التسديدة، الكرة التسديدة الثانية هنا. تسديدة في اتجاه المرمى، يحاول مجددا. والآن لديه التسديدة الآن، هدف لأرسنال. عرضية داخل ضربة رأسية، ومرة ثانية هدف لأرسنال. كاسبيريز يتلقى الكرة الآن بدون رقابة عنده يسدد الكرة والكرة في الشباك. جول. يحاول تمريرها من بين المدافعين، لديه مساحة هنا. تدخل كان برعونة في توقيت سيء وقرار سهل ربما أمام حكم المباراة. الآن مع هذه فرصة التقدم، يمكنهم الارتياح الآن. سجل الهدف ووسع الفارق. سجلها ببراعة من نقطة الجزاء.